السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متعلمي ثالثة إعدادي بمؤسسة سلام الدراسية، أجدد ترحابي بكم في مادة التربية على المواطنة في درس جديد بعنوان نقترح برامج إعلامية تتوخى النهوض بقيم المواطنة. كنا قد سبق لنا أن تعرفنا خلال سنة ثانية إعدادي في مادة التربية على المواطنة بدرس بعنوان الصحافة. تعرفنا على الصحافة، أنواع الصحافة، أدوارها، وكيف يمكننا أن نتابع برنامج إعلامي بنظرة نقدية أو نحلل جريدة بخطوات معينة. سنة ثالثة إعدادي في هذا الدرس سنتعرف كيف يمكن للمتعلم أن يقترح برامج إعلامية هدفها النهوض بقيم المواطنة، تتوخى بمعنى الهدف منها النهوض بقيم المواطنة. إذا من خلال هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله على معنى برنامج إعلامي يتوخى النهوض بقيم المواطنة، والتمييز بين أنواع البرامج الإعلامية، ثم نتعرف على خطوات إعداد برنامج إعلامي أيضا يتوخى النهوض بقيم المواطنة وتطبيقه، ثم التدرب على كيفية كتابة مذكرة مبررة بحجج لعرض اقتراحاتنا على الجهات المعنية. إذا هذا الجزء الأول، سنتعرف على ماذا نقصد بالبرنامج الإعلامي الذي يتوخى النهوض بقيم المواطنة وما أنواعه. إذا ناخذ دفتر الدروس، نكتب مقدمة للبرامج الإعلامية دور مهم في النهوض بقيم المواطنة باعتبارها وسيلة مهمة لنشر هذه القيم. فما معنى برنامج إعلامي يتوخى النهوض بقيم المواطنة؟ وما هي أنواعه؟ وما الخطوات المتبعة لإعداده؟ وكيف نكتب مذكرة لعرض اقتراحاتنا على الجهات المعنية؟ إذن أولا نتعرف على ماذا نقصد بقيم المواطنة، ولدينا مصطلح صفحة 206. نقرأ: قيم المواطنة معاني ومفاهيم تقوم عليها المواطنة النشيطة باعتبارها سلوكات وأفعال تعكس الوعي بالحق والواجب، ومنها الحرية، المساواة، العدل، والإنصاف، الديمقراطية، التضامن. من خلال هذه الأمثلة نتعرف على أنها مثلا الحرية، المساواة، العدل، الديمقراطية، التضامن هي عبارة عن مبادئ حقوق الإنسان، كنا قد تعرفنا عليها في التربية على المواطنة لسنة أولى إعدادي. الحرية، المساواة، إلى غير ذلك، مبادئ حقوق الإنسان. فعندما نقول لدي قيم المواطنة بمعنى لدي سلوكات وأفعال عبارة عن حقوق وواجبات تعكس لنا هذه المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان. تلك السلوكات والأفعال التي أقوم بها هي عبارة عن حقوق الإنسان، فأنا حر، أنا أعترف بالمساواة، أنا أعترف بالعدل، الديمقراطية، التضامن. إذن كل ما أقوم به من أفعال وسلوكات تعكس هذه المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان أو الحقوق والواجبات فهي تسمى قيم المواطنة. إذا لدينا الوثيقة رقم 1 صفحة 206 لنتعرف على ماذا نقصد ببرنامج إعلامي يتوخى النهوض بهذه القيم أو هذه مبادئ حقوق الإنسان أو هذه الحقوق والواجبات. إذا أولا نحدد موضوع الوثيقة. إذا حسب عنوان النص، فالنص يعرف لنا برنامج إعلامي. نقرأ: تعريف برنامج إعلامي هو وسيلة اتصال تهدف إلى تبادل المعلومات والتفاعل المشترك والحصول على نتيجة معينة من خلال التأثير في العقليات والسلوكات الفردية والجماعية. إنه وسيلة لدعم جانب التحسيس والتواصل وفرصة لإشراك المستفيدين منه في التفاعل مع مشاكل مجتمعهم والمساهمة في التغلب عليها. ويدخل البرنامج الإعلامي ضمن علاقة تواصل تربط بين مرسل وهو معد البرنامج، مرسل إليه الجمهور المستهدف، مادة التواصل وهي الرسالة، قناة الاتصال الكلمة أو الصورة أو هما معا. إذا ما مدى نقصد ببرنامج إعلامي أو ما مفهوم برنامج إعلامي حسب النص؟ إذا هو وسيلة اتصال هدفها تبادل المعلومات مع الجمهور بصفة عامة. ما الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الإعلامي حسب النص؟
إن إذن حسب النص فالبرنامج الإعلامي يهدف إلى التفاعل المشترك مع مشاكل المجتمع، ثم التأثير في السلوكات ومواقف الأفراد والجماعات للتغلب على هذه المشاكل. ما أطراف العلاقة التواصلية للبرنامج الإعلامي؟ إذن في البرنامج الإعلامي نجد مرسل وهو معد البرنامج، مرسل إليه الجمهور المستهدف، أطفال أو كبار أو الجميع بدون استثناء أم رجال الفكر فقط إلى غير ذلك. مادة التواصل هي الرسالة التي يقوم بإيصالها لهذه الفئة المستهدفة. قناة الاتصال، كيف يتم إيصال الرسالة؟ إما بالكلمة، إما بالصورة، أو يكون أحيانا هما معا. إذا نأخذ دفتر الدروس، نكتب أولا كبيرة بالأحمر مفهوم البرنامج الإعلامي وأنواعه. إذا نعرف البرنامج الإعلامي، إذا عمل تواصلي مع الجمهور لأجل تبادل المعلومات والتفاعل المشترك مع مشاكل المجتمع، قصد التأثير في سلوكات ومواقف الأفراد والجماعات من أجل المساهمة في فهم هذه المشاكل والتغلب عليها. ويدخل البرنامج الإعلامي ضمن علاقة تواصلية بين مرسل الذي أعد البرنامج، مرسل إليه الجمهور المستهدف. مادة التواصل هي الرسالة، قناة الاتصال الكلمة أو الصورة أو هما معا. الآن سنحدد أنواع هذه البرامج الإعلامية. إذن هناك برامج إعلامية حسب الشكل، وهناك برامج إعلامية حسب المضمون. لدينا الوثيقة رقم 2 صفحة 207. نبدأ ببرنامج إعلامي حسب الشكل. جدول يمثل أنواع البرامج الإعلامية من حيث الشكل. نذكر أنواع البرامج الإعلامية من حيث شكلها. إذن هناك برامج إعلامية حسب الجدول. إذن الإعلام المكتوب، إعلام مسموع، وإعلام مرئي. ننتقل الآن للخاصية. إعلام مكتوب يؤمن الاتصال بالكلمة المكتوبة، يستهدف القارئ كالمقالات الصحفية، تحقيقات إلى غير ذلك. الإعلام المسموع خاصيته يؤمن الاتصال بالكلمة المنطوقة ويوجه للمستمع كحديث أو حوار إذاعي، ندوة، شريط صوتي إلى غير ذلك. إعلام مرئي خاصيته يؤمن الاتصال عبر الصورة والكلمة ويستهدف المشاهد عن طريق برامج تلفزيونية، إشهارات اجتماعية إلى غير ذلك. إذا نقول أن أنواع البرامج الإعلامية من حيث الشكل، هناك إعلام مكتوب موجه للقارئ عن طريق الكلمة المكتوبة كالمقالات الصحفية، إعلام مسموع موجه للمستمع عن طريق الكلمة المنطوقة كالندوات مثلا، وإعلام مرئي موجه للمشاهد عن طريق الكلمة والصورة كالبرامج التلفزيونية. ننتقل الآن لنوع آخر من البرامج الإعلامية ولكن حسب المضمون. الوثيقة رقم 3 صفحة 207. لدينا خطاطة حسب عنوانها فهي تمثل أنواع البرامج الإعلامية التي تتوخى النهوض بقيم المواطنة من حيث المضمون. إذن ما نوعي البرامج الإعلامية من حيث المضمون؟ إذن لدينا مجالان، إعلام يدخل في مجال التحسيس وإعلام يدخل في مجال الترافع. في مجال التحسيس الهدف منه ماذا؟ التأثير في أفكار ومواقف وسلوكات الجماعات والأفراد، ودوره التوعية أو التربية. نجد أحيانا برامج إعلامية تحسيسية فقط تحاول تعريفنا بمثلا موضوع معين. نأخذ مثال مثلا، حاليا نعاني وباء صحي وهو كورونا أو كوفيد-19. فهناك عدة برامج إعلامية تحسيسية هدفها هو توعيتنا بسلبيات وكيفية الوقاية من هذا الوباء،
للتأثير في أفكارنا وسلوكاتنا، وتؤثر في سلوكاتنا لتغييرها من أجل النجاة من هذا الوباء ومحاولة التخلص منه في أقرب وقت. لكن عندما نقول إعلام يدخل في مجال الترافع، بمعنى ترافع بمعنى هو برامج إعلامية لها قيمة أكبر. لماذا قيمة أكبر؟ هذا لا يعني بأن مجال التحسيس ليس لديه قيمة، وإنما فقط أن مجال الترافع الهدف منه هو يؤثر في المتتبع، سواء كان مستمع أو عن طريق الصورة أو هما معا، يؤثر في مسلسل اتخاذ قرار أو وضع برامج من قبل مؤسسة معينة. كأنه دوره هو الضغط عليك والتفاوض أو البرهنة إلى غير ذلك. مثلا نرى عند اقتراب الانتخابات نجد برامج إعلامية لها علاقة بالحديث عن مجال الانتخابات، مجال، لأن المجال السياسة له دور مهم في حياة الفرد، لأنه هو من سيشارك في تسيير شؤون بلاده إلى غير ذلك. فالبرنامج الإعلامي الترافعي الذي له دوافع ولديه قوة ولديه قرارات يؤثر في اتخاذك لقرار معين مصيري، قرار مصيري كالمجال السياسي مثلا، لأنه عن طريق تلك التوضيحات التي يقدمونها داخل البرنامج فهو يضغط على أفكارك من أجل اتخاذ قرار معين، ويتفاوض معك أو يبرهن لك، يقدم لك براهين وحجج من أجل اتخاذ ذلك القرار المناسب التي ستسير به حياتك المستقبلية. إذن نقول برامج إعلامية تحسيسية، برامج إعلامية ترافعية. فالتحسيسية دورها التوعية والتربية بهدف التأثير في مواقفنا وسلوكياتنا وتغييرها للأحسن أكيد، وبرامج إعلامية ترافعية فدورها هي اتخاذ قرارات مناسبة في حياتنا، بمعنى الضغط والتفاوض لتحقيق إنجازات لصالح المواطن والتأثير في مسلسل اتخاذ القرار. إذا نكتب ثانيا صغيرة بالأخضر، تتعدد أنواع البرامج الإعلامية التي تتوخى النهوض بقيم المواطنة من حيث الشكل والمضمون. نكتب بالأزرق، تنقسم البرامج الإعلامية من حيث الشكل إلى إعلام مكتوب، إعلام مسموع، وإعلام مرئي. فالإعلام المكتوب يستهدف القارئ باستخدام الكلمة المكتوبة عن طريق الحوارات الإذاعية مثلا. إعلام مسموع يستهدف الجمهور المستمع عن طريق أيضا الحوارات الإذاعية مثلا. إعلام مرئي يبتغي المشاهدين عن طريق البرامج التلفزيونية. ويختلف أو تختلف البرامج الإعلامية من حيث المضمون إلى إعلام تحسيسي وإعلام ترافعي. إعلام تحسيسي بهدف التأثير في أفكار ومواقف وسلوكيات الأفراد والجماعات بهدف التوعية والتربية. أما الإعلام الترافعي فهو يبتغي التأثير في مسلسل اتخاذ القرار دولة أو مقاولة، ويتجلى دوره في الضغط والتفاوض لتحقيق إنجازات لصالح المواطن. إذن إلى هنا ينتهي جزءنا الأول من هذا الدرس. سنتعرف خلال الحصة المقبلة إن شاء الله ما الخطوات المتبعة لإعداد برنامج إعلامي يتوخى النهوض بقيم المواطنة، وكيف يمكننا أن نكتب تقريرا ونرفعه للجهات المختصة يخص إعداد برامج إعلامية أيضا. إذن إلى هنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.